انطلاقه برازيليه بدون تسلل، انطلاقه مهاجم ومدافع، مهاره برازيليه، محاوله للحلول الشخصيه البرازيليه، لويس فابيانو، هوبا الهدف الثاني، الهدف الثاني فابيانو. الليله ليلته، الليله ليلته، والسهره سهرته، وماني جارينشيا ملعب اللقاء النهارده هو مسرح هذا اللاعب، هو مسرح لويس فابيانو يسجل الهدف الثاني في مرمى المنتخب البرتغالي. وكأن اللقاء زي ما قلت لحضراتكم هو لقاء ضمن المونديال كأس العالم، لقاء يذكرنا بدري، لقاء يذكرنا بأداء كبير وأداء مهاري ممتاز لكاكان. شوف يلعب ازاي الكورة، شوف يمتع نفسه ازاي، وشوف يرقص المدافع البرتغالي ازاي، وشوف رفعة العين، وشوف رفعة الرمش الذهبي البرتغالي، وشوف لفة الوسط من اللاعب لويس فابيانو، يثبت انه هداب بالفطرة، ويثبت انه لعيب عنده جنسية برتغالية لم تأتي من فراغ، ولكن أتت بهدف ثاني، هدف في مرمى المنتخب البرتغالي. سيناريو الآن يتغير، يتقدم المنتخب البرازيلي عن طريق هذا اللاعب. فتى الشاشة الأول في هدفين في حوالي 25 دقيقة لعب.